لقد تواجد الفينيقيون على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ولذلك سميوا بملوك البحار. ومن هذه السواحل الساحل السوري الذي تواجد فيه الفينيقيون. ومن أشهر المدن الفينيقية بسوريا هي مدينة أوغاريت، والمعروفة الآن باسم رأس شمرة، وكانت من أهم المدن. كما أسس الفينيقيون مدينة أرواد، وكانت تسمى آراد وتعني الملجأ في لغة الفينيقيين. طرطوس من أهم المدن الفينيقية، وكانت تسمى أنترادوس بأيام الفينيقيين. وكما نرى أمامنا أن ميناء طرطوس يرمز بشكله إلى السفينة الفينيقية. استقر الفينيقيون أيضاً في جبلة، ويتألف اسم المدينة من مقطعين، جاب وتعني قبة باللغة الفينيقية، لا وتعني إله الأيل الفينيقي الكبير. وتواجد أيضاً الفينيقيون بمنطقة الخراب التابعة لبانياس، والتي اشتهرت بمرفأها القديم بتاريخه التجاري والحربي إلى العهد الفينيقي. وأهل المرفأ يقولون أن الزلازل ضربت منطقة الخراب منذ قرون بعيدة، أدت إلى تدميرها بالكامل دون أن تؤثر أو تصيب بالضرر منطقة واحدة فيها، وهي منطقة المرفأ الفينيقي الطبيعي الذي يعتبر من أقدم المرافق الفينيقية الطبيعية في سوريا. وتوجد أيضاً في منطقة الخراب كنيسة قديمة أثرية، وهي تطل على الساحل كما نراها أمامنا. وتشتهر منطقة الخراب بأنها منطقة زراعية. يلا حاجة وفاء كتار. وتعتبر أيضا منطقة الخراب منطقة سياحية لإطلالتها الجميلة على البحر. ولذلك بنيت بها المنتجعات السياحية لتجلب السواح من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف المناطق السورية. لأنها منطقة سياحية جميلة بنيت بها المطاعم التي تطل على البحر بإطلالة جميلة. النيلة يا طويل العمر نونو، يا طويل العمر يا أحبائي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس.